قال رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي إن القبض على ياسر عرمان تم في الإطار الجنائي وليس السياسي باعتبار أنه محكوم عليه بالإعدام من القضاء، مبينا أن عرمان ينتمي لحركة مسلحة لم يتم التوقيع معها على سلام. واعتبر كباشي في المؤتمر الصحفي بالقصر الجمهوري أو عبر عن تفاؤله بنجاح الوساطة الإثيوبية في الدفع بعملية التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى الأمام، مبينا أن الأرضية التي تشكلت خلال الأيام الماضية كفيلة بإرجاع الحد الأدنى من الثقة لاستئناف التفاوض. وقال إن المجلس العسكري الانتقالي تفاجأ بطرح جديد من الوسيط لنقل التفاوض إلى أديس أبابا، وأوضح أنهم رفضوا ذلك المقترح، مشددا في الوقت ذاته على تقدير السودان للدور الإثيوبي في معالجة قضايا البلاد. هذا المناخ حفز كثيرين سياسيين وعسكريين وسياسيين بعضهم في قوى إعلان الحرية والتغيير يفاوضون لنا ويعملون معنا ويخططون لإنقلابات، ولا انقلاب عسكري إلا ووراه جهة سياسية. هنالك أكثر من انقلاب تم التخطيط له في الفترة السابقة وقد تم إحباطه. يمكن في مجموعتين مختلفتين تنتميان لجهات مختلفة هي قيد التحفظ الآن في 45 لمجموعة، وأكثر من 12 واحد أيضا لمجموعة أخرى هم تحت التحفظ العسكري وقيد التحقيق.